ما الحكم إذا مر أحد المصلين من أمامي وأنا أصلي؟ هل تبطل الصلاة وهل يجب علي إعادتها أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين بأن يتخذوا السترة أمامهم إذا كانوا يصلون منفردين عن الإمام، أو سترة أمام الإمام إذا كانوا يصلون جماعة. الإمام والمنفرد يتأكد في حقهما الصلاة إلى سترة، أما المأمومون فإن سترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر من أمام الصفوف أحد فإنه لا يضر. وأما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته فهذا فيه إثم كبير على المرء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يدفع المار بين يديه وأن يمنع، فإن أبى فليقاتله، يعني فليدفعه بالقوة. قال صلى الله عليه وسلم: فليقاتله فإن معه القريب، يعني الشيطان. فالمرور بين يدي المصلي أمر محرم لكنه لا يبطل الصلاة، ولكن يكون فيه الإثم على المار، ويكون فيه أيضا الإثم على المصلي الذي لم يمنعه من المرور بين يديه وهو يقدر على منعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن الإعادة أو عدمها شيخ صالح، قلنا إن الصلاة لا تبطل بذلك إلا ما جاء في مرور المرأة أو الكلب أو الحمار، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. نعم. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة بالمرور بين يدي المصلي، ولكن يحصل الإثم لمن تعمد ذلك. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.